بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير يا شباب. النهارده ان شاء الله معانا موضوع جديد، هو موضوع الضريبه على الصرف. بمعنى احنا النظام اللي احنا عملناه في الفاتوره وفي الضريبه بتاعتها وكيفيه حساب الضريبه، هو بياخد 5% على الفاتوره بشكل عام، سواء شراء سواء بيع. طيب دي حاليا طبعا هو ده النظام المعمول به اظن في السعوديه بشكل عام، عدا ان في بعض الاصناف معفيه من الضرائب، في الحاله دي الفاتوره بتاعتنا ما بتغطيهاش، تمام؟ فمحتاجين نعمل لها تطوير. ان بعض الاصناف بيكون عليها نسبه مختلفه عن ال 5%، احيانا بتزيد احيانا بتقل، وفي اصناف بيكون اصلا معفيه من الضرائب. فعشان كده احنا لازم نظبط البرنامج بتاعنا على حسب الحاله اللي قدامنا، كمان مش على حسب الدوله، ان احيانا بيبقى في حالات هو بيكلمك او صاحب العمل او طالب البرنامج بيكلمك على حاله محدده تعملها. طيب حاليا زي ما قلنا الضريبه ما دامت بتزيد في اصناف وتنقص في اصناف، يبقى كده الضريبه على الصرف، تمام؟ احنا هنروح جدول الاصناف ونزود هنا حقل هنسميه نسبه الضريبه. طبعا الحقل هيكون من نوع عملة. القيمة الافتراضية بتاعته ممكن نخليها 5%، تمام؟ ممكن نخليها 0%، زي ما نحب. المهم انا هخليها 5% عشان تظهر معايا 5% على طول، وابدأ انا اعدلها، سواء اخليها اكبر من كده او اقل من كده او اخليها 0 فتتلغى خالص موضوع الضريبة. نروح جدول الاصناف. هنا الرصيد الأول وهنا الرصيد الأول، خلينا ننزل دول تحت شوية. ونضيف طبعا نسبة الضريبة في الاستعلام. ونضيفها هنا كحق. طبعا خدت عشان التنسيقات بس، اسمه نسبة الضريبة، عشان نسبة الضريبة، واسم الحقل هنا تكون نسبة الضريبة، وما ننساش ان احنا ندخل الموضوع ده في الترتيب، يعني نسبة الضريبة في الاخر. انا بقول مثلا هي قبل رصيد الصرف، بعد الجملة قبل الصرف، تمام. الحقل بالشكل ده التنسيق بتاعه رقم عام، لكن احنا عايزين التنسيق يكون مئوية، نسبة مئوية. خلينا نشوف بقى شكله عامل ازاي. صنف جديد، الضريبة 5%. خلينا نشوف كده الأصناف اللي عندنا. طبعا الضريبة هنا خليه 5%، وعلى الصنف بحاول بس إن أجيب أصناف الصنف ده هنخليها 2%. صفر في المية، وده نخليه 5%. طيب نروح على الفاتورة بتاعتنا. أنا هعمل مثلا فاتورة الشراء، وزي ما هنعمل فاتورة الشراء يتعمل في البيع يتعمل في كل الفواتير. خلينا نروح مثلا على فاتورة الشراء. عندنا حق كان اسمه الضريبة، تمام؟ هنروح على الأصناف الأول. طب قبل ما نروح هنا، طبعا الضريبة دي لازم تتسجل، فلازم هنضاف لها حق في جدول حركة الأصناف. حركة الأصناف حقل كده هنسميه الضريبة، وطبعا هيكون من نوع نص، قصدي من نوع عملة. فاتورة شراء، نخش في الأصناف، نضيف الحقل بتاع الضريبة،
والحقل بتاع نسبة الضريبة. تمام، حقل الضريبة هو اللي هيبقى ظاهر معايا في الجدول، ظاهر معايا هنا. هقول له هنا بعد التحديث، طبعا كله هيبقى على الأكواد اللي احنا هنعملها دلوقتي. حقل الضريبة بعد التحديث، هنقول حقل الضريبة بيساوي الكمية في الساعة. في الكمية واحد. أظن موضوع الضريبة بيلغي موضوع الخصم، فاهم، في آخر الفاتورة، لأن الخصم كده هيكون مشتمل الضريبة. ناخد برضك نفس الكود اللي هو الضريبة تساوي الكمية، الكمية في السعر في النسبة. شايف كيف المعادلة كده هتبقى مظبوطة ولا هتحتاج نعدلها؟ على العموم نروح نحطه بعد التحديث في الكمية برضه، وبعد التحديث في السعر. وتعالى نشوف الحالة العملية هي اللي هتكون كنا شغالين صح ولا غلط. فاتورة شراء، نجي بيقول إن أداة صنف من الأصناف اللي خطأ، واضح إن الكتابات مش مظبوطة. الضريبة وهنا السعر، نسبة الضريبة مش فاكر كنت كاتبها إيه. طب خلينا نأكد بس على المسميات. نسبة الضريبة مش عارف ممكن تكتبها غلط. الضريبة كمية 10 10 10 100 حسب، هو 5 منهم ضريبة. تمام، نشوف صنف تاني. طبعا النسبة، نسبة الضريبة نعملها مختلفة. ده 10 في 10، هو عمل هنا الضريبة 2%، مظبوط. الصنف التالت 5 في 10، الضريبة بتاعته 0. تمام، الأخير ده 5 في 1، عمل ب25. الضريبة كام معمولة في 25 ده؟ طيب 5 من يعني. تمام، على العموم محتاجين طبعا لما أعمل خروج من الفاتورة، طبعا شايفين هنا الجزء ده كان بيحسب أصناف والكمية والضريبة والحاجات دي، لا أنا عايزه يقوم جميع دول وكاتبهم هنا ويبدأ يعمل عمليات الخصم بتاعته زي ما هو شكل. الفكرة مش صعبة، الفكرة بسيطة، بس كل الحكاية عملية التركيز فيها بس.
ناخد الضريبة دي بالحقل ده، ناخده كوبي عشان برضك ما نتلخبطش في المسميات، ونخليه بيساوي صن. الحقل ده اسمه N2. حتى ممكن نطلعه هنا ونخليه مخفي. W2 N2 تمام، ونخليه يتنقل للضريبة. يبقى هنقول حقل الضريبة عند الخروج، هنا الضريبة كان في 5%، هقول له لا الضريبة هنعملها بتساوي الحقل اللي احنا طلعناه بره هنا، أو ناخد القيمة دي كلها، يعني دي أو دي. تمام، فنحتاج برضك إن احنا ننقله في كل الأماكن بعد التحديث الخصم. قلنا المفترض إن ما يكونش في خصم. المفترض برضك إن ما ينفعش نعدل قيمة الضريبة بعد حسابها. المسدد نقدا لا علاقة له بالضريبة. أصبح لا علاقة له بالضريبة، يبقى عند الخروج بس من الجزء الداخلي. يبقى المفترض برضك إن أنا هاجي هنا على حقل الضريبة وأخليه تمكين لا تأمين. نعم، الحاجة اللي عملناها هنا هنحملها برضك في فاتورة مرتجع فاتورة الشراء وفاتورة البيع ومرتجع فاتورة البيع. طبعا عمليات التحويل الداخلية لا تخضع لأي ضرر. يبقى ده احنا حتى مسحناه خلاص اشتغلناه مباشر. خلينا بس نتأكد ان اللي عملناه مظبوط. الفاتورة مفتوحة، وقت عند الخروج المفروض ان هو هيجمع 5 و2 و25، يبقى 7 و22. عند الخروج راح حاسب 7 و22. القيمة كده أصبحت برضك مظبوطة حساب الفاتورة. طيب أنا هنا سايب الحقل ده ممكن تحير عليه، ممكن يعني تعديل القيم. إذا حابب تسيب الحقل ده ممكن تعدل فيه، ماشي، وحابب تغير في الموضوع ده مفيش أي مشكلة. أول ما بخرج هو حسب الضريبة على المجموع دول، جمعهم وكتبهم لي هنا ضريبة وحسب على أساسهم. أتمنى إن الموضوع يكون واضح. أنا مش طبعا يعني إحنا بقينا دلوقتي في مستوى أكبر إننا أعيد نفس الحكاية هنا في البيع والشراء والحاجات ديت وأجمعها لكم، ولكن طبعا هو التغيير هيبقى ثابت لأن كده ما عملناش تعديل كبير على البرنامج. وعلى فكرة إن شاء الله في الأيام الجاية هنخش في جزء جديد من الدورة، بس هنتجاهل البرنامج اللي إحنا عملناه ده تماما، لأن هنبدأ كأننا هنبدأ من جديد. هو برضه أنا مش هعمل البرنامج الجديد كله مرة واحدة، لا أنا هتكلم عن النقاط الأساسية. النقاط الأساسية دي هتكون خاصة بالمحاسبين، يعني مش هيفهمني كويس جدا إلا المحاسبين في الحاجات اللي جاية دي. الفكرة إن إحنا نعمل شبكة حسابات، وما عادش هيبقى طبعا عندنا سنة قبض للعميل وسنة قبض للمالك، لا بقى سنة قبض بس. وما دام حطيت رقم حساب العميل يبقى سنة قبض عميل، سنة رقم حساب المالك بقى سنة قبض مالك. هيكون عندنا طبعا إمكانية إن إحنا نضيف الأصول اللي هي مثلا سيارات والمبنى والأراضي والمعدات، الأصول الثابتة، ويكون عندها شجرة حسابات. بس أنا مش هشرح البرنامج كامل عشان بس ما نكررش اللي فات. بس الفكرة إن أنا هعمل الجدول الأساسية، طبعًا ما عادش عندنا جدول عملاء وجدول موردين وجدول حاجات، الحاجات دي كلها هتتلغى. عشان كده أنا مش همسح في البرنامج الموجود حاجة، لا أنا أعتبر نفسي هبدأ برنامج جديد من الأساس. بس هنأسس بس، يعني هنأسس بس، هنأسس وأبدأ أعمل لكم شكل النموذج والتنسيقات بقى والأزرة الانتقال والحاجات دي كلها
نفس اللي اتعمل قبل كده هتعملوها تاني ان شاء الله للمحاسبين اللي هيكملوا معانا الجزئيه دي. لان على فكره الموضوع ده انا اول ما اشتغلت عليه، لكن فعليا المطلوب في السوق مش كده، المطلوب في السوق الحاجات اللي احنا درسناها لغايه دلوقتي زي ما احنا بنعملها كده. لكن شجره حسابات اوكي، المحاسبين احنا بنطلبها، يعني احنا كمحاسبين بنطلبها، احنا كمحاسبين بنحاول نشتغل كده، بس السوق حاجه وطلباتنا احنا بتكون حاجه تانية. تمام؟ فالفكره ان احنا بعد التطوير اللي احنا عملناه للبرنامج الى الان، برنامج بقى كبير، يعني ان انا اخش اعدل فيه الحاجات دي يعني اكيد هتستصعبوها، وان احنا نبداها من الصفر هيكون اسهل. لكن طبعا انتوا اللي هتكملوا بقى مواضيع التنسيقات والازرة والحاجات دي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتقابل المره الجايه.